النائبة السابقة من بيروت السيدة ريزان دولير، أهلا ومرحبا بك سيدة ريزان، وشكرا لانضمامك إلينا. بدءا سيدة ريزان، مدة قرار التأجيل ببت الدعوة من قبل الاتحادية كانت يعني طويلة نوعا ما، وهي لمدة 30 يوما. هل يمكن وصف تلك المدة بأنها مهلة من المحكمة الاتحادية للقوى السياسية لتصفير الخلافات حول منصب رئيس البرلمان؟ وكما تحدثوا ضيوفي الكرام الدكتور عقيل والدكتور هاني، هي فرصة لاختيار الشخصية الكفوءة والتي سوف يكون هنالك اتفاق عليها من قبل جميع القوى السياسية. تفضلي. طبعا مساءكم بخير، تحياتي إلى الجميع. موضوع الاختيار الرئيس البرلمان وخلو مكانه بهذا الوقت الصعب داخل العراق، هذا صارت أزمة كبيرة جدا. أما بخصوص الدعوة القضائية كموجودة يم محكمة الاتحادية، محكمة الاتحادية هي محكمة قضائية ما متعلقة بأحزاب سياسية حتى يتوافقون على اختيار رئيس جديد إلى مجلس النواب، يعني هذا ما له علاقة بها. أما بصورة عامة إحنا نعرف بهذا الوقت ويتأجل إلى شهر أو شهرين يصير أزمة أكبر وأكبر داخل القوى السياسية. شفنا مع الأسف هسا نواب حاليا يهددون مكونات السني ومكونات الكرد لأنه ما دخلوا الجلسة لحد الآن بصورة قانونية. ما نعرف هذه الجلسات بعد خلو مكان رئيس مجلس النواب فعلا قانوني لو مو قانوني، لأنه داخل الدستور ما محددة، بمادة 55 من الدستور يحدد فقط بيوم اختيار رئيس مجلس النواب ونائب الأول ونائب الثاني. ماذا لو كانت غير قانونية سيادة النائبة؟ أي نقطة لشلون بعد إذا كان صارت بأي جريمة أو أي شيء آخر بموت أو شيء اللي خلوا مكان رئيس مجلس النواب. يعني حاليا هذه اللي يصير داخل مجلس النواب لحد الآن ما بها صور قانونية، لأنه أساسا ما دام وصل إلى محكمة الاتحادية لازم مجلس النواب يوقف كل أعماله، لأنه صارت هاي المشاكل حتى مشكلة إذا كان بها مشاكل جزائية مثل أنا سمعت من يعني ضيوفك الكرام حكوا على الرشاوي وهذه الأمور، أنا ما أقدر أحكي لأنه أنا ما حكيت أي شيء، هم اشتكوا علي لأنه أنا امرأة. إن شاء الله ما يشتكي مجلس النواب عليكم لأنه أنتم رجال، وأكيد هيئة يعني النائب الأول ونائب الثاني وأغلبهم رجال ما يشتكون عنكم. بس بصورة عامة يعني إذا إحنا نحدد الأحزاب السياسية حالية كموجودة خاصة إطار التنسيقي يريدون يستغلون هذا الأوقات، مع كل احترامي يعني ما يصير بهذا الوقت الصعب، احنا محتاجين الى تشريع القوانين، رقابة أساسية للحكومة ووضع صعب دول جوارك صف بلدنا، وشفنا مثلا حتى تحالف الدولي يقصف مناطقنا ويقتل ناسنا، يعني هذه الأمور صعبة. إذا كان عندنا مجلس النواب ورئيس مجلس النواب لازم عنده قرارات مصيرية، وهذه القرار هذه المكان صوت الشعب. هسه منو صوت الشعب؟ هذه المجموعة كموجودين احنا نعرف يعني صارت من القبل بوقت التشكيل الحكومة اكو تحالف إدارة الدولة. هسه وين هذا التحالف؟ اساسا هذا التحالف فقط موجودة في مجلس الوزراء باجتماع مجلس الوزراء، ما موجودة هذه التحالف داخل مجلس النواب حتى بأماكن الأخرى، وهذا خطر جدا على دولة العراق، لأنه إذا نائب أو مجموعة من النواب أو كتل السياسية عند التهديد بهذا الوقت الصعب. مثلا مناطقنا هسه كركوك بها مشكلة لحد الآن، مجالس المحافظات ما شكلوا ما اختاروا محافظ ديالة، يعني هذه المناطق بها مشاكل لأنه احنا نعرف يعني كركوك وديالة بها سنة وشيعة وتركمان وكل هذه المكونات موجودة. إذا كان ما يختارون الرئيس
مجلس النواب بأسرع وقت وكتل السياسية مرة أخرى ما يوصلون إلى قرار نهائي، يصير مشاكل بكل المحافظات الأخرى كبيها سنة وشيعة. يعني ما أقول محافظات كموجودة فقط بها شيعة، هم عندهم داخل كتلهم مشاكل، بس مشاكلهم قليلة جدا، مو مثل مشاكل كموجودة هسه حاليا بالمحافظات الأخرى. حتى بالموصل هسه مشكلة النائب الثاني من المحافظ، النائب الأول لو ثاني لازم من الكرد، لحد الآن هم ما اختاروا لأنه هم يحتاج إلى اتفاق سياسي. لهذا هذا يصير داخل العراق بها أزمة كبيرة جدا وفراغ قانوني كبيرة جدا. يعني حاليا عندنا رئيس، طيب وهذا الرئيس التهديدات حصلت سيادة النائبة رئيس لو سمحتي لي عنده قرارات، نعم. عنده سأبقى